هنا سانزو كان كونتراريس خرج في توقيت خاطئ. ادي موسامبا اللاعب الكونغولي ولكن مقطوعه من موسامبا وسافيولا، وكان مش مشترك في اللعبه ريفالدو، وينفرد سافيولا يبحث عن هدفه الحادي عشر في الدوري الاسباني والهدف الثاني لبرشلونه في الدقيقه 24. سافيولا الارجنتيني المتالق سافيولا، 20 عام فقط هذا اللاعب، هداف كاس العالم للشباب بالارجنتين وصاحب الفضل الاول في اضافه لقب اخر للارجنتين في البطولات العالميه. سافيولا و بطولات والقاب ونجوم لاعبوا لهذا النادي، وادي النجم سافيولا، وادي الهجمه المنظمه مارك اوفرمارس الهولندي، والدقيقه 17 كانت تحمل اولى الاهداف للنجم سافيولا ويرفع رصيده الى 5 اهداف. سافيولا تالق في كاس العالم للشباب بالارجنتين وتلقى التهنئه من مارك اوفرمارس صاحب هدف الافتتاحي لبرشلونه في هذا اللقاء. برشلونه يسعى للقب الدوري اللي فاز بيه ديبورتيفو العام الماضي، ولكن فريق برشلونه وتالق نجمه الارجنتيني الجديد سافيولا، وادي الهجمه وعرضيه جميله جدا، وسافيولا على طول تعدي الكره من اللاعب امامنا الفونسو، ولكن سافيولا على طول يعزز سافيولا النتيجه في الدقيقه 87.